وينك حسين؟ لودينج شكله علق. فيصل ما قلت تنزل فيديوهات ها؟ والله المفروض ننزل الفترة القادمة لما نخلص صيفي. علق. تبي انميات معود اقسم بالله انميات عكس الناس انت. يلا تعبت وانا ارقص تعب. انا بس بطلع برا اللعبة. خليه واك خليه واك. لعبة خياس. شلون نلعب خلاص. ايش دي ولا يحصل احد وين هو؟ لا تعال هذيك سوا 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 يلا 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 والله في وحش في وحش صاير انت حاط لك فور كونكشن انا الهوست حاط لي فور كونكشن انت هوست فور كونكشن يلا يلا لازم نوصل للعلم الاحمر اختار شيء هذا تحطه فخ زين لازم نصعبها تبي تصعبها انت يلا انت سهلتها يا غبي تشوفون اللي ما خبيت شيء ما حد ياخذ نقاط هذه خليها صعبة عشان احد ياخذ نقاط تعال اوريكم العين ها وين بتحطها؟ بس وش حاط هذه بالمقلوب يا محمد؟ لا ديمون واس اي شيء غشيت بالفخ يا صيدة اوكي انا اوريكم لا لا يا الله يخلص يا سودا عيوت الأخير ليش أنا أحاول أسوي كمباك أحاول أسوي كمباك شنو هذا هذي وحيود وحيود ود ليش؟ لا الفلوس! لا خلي الفلوس! كنت ابي الفلوس انا! مو الديمون تكفى! زين! خلاص اخذ شوية نقاط انا! اوه كم باك! كوين! شكشا انا حاط الكوين زين! كويني هذا! شنو؟ صاحبي يقول السيزن بيخلص بعد اسبوعين بعد حيله بالرانك باوفر واتش ليش ليش كذا نفس زين 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 محظوظ محظوظ والله محظوظ الله صعب صعب
كمباك أكبر كمباك. أول مرة يفوز. إيه فعلك؟ إيه.